سيد منصور كاتب عام نقابة تعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح. هذه مش أول وقفة احتجاجية يقوم بها أعوان الأمن. شنو الصدى نتاع الوقفات هذه عند الرأي العام وعند السياسيين وعند الحقوقيين وعند الإعلام حسب تقديرك؟ هذيك عدد الشهداء المدنيين 14 جندي بالضبط، وعدد الشهداء المدنيين نحو النسبة تاع الشهداء تاع الأمن قداش، النسبة تاع الشهداء تاع المواطنين قداش. بالنسبة للأمنيين عندنا 16 أمني في مختلف الأسلاك على 70 ألف، والمواطنين عندنا قرابة 300 حالة وفاة على 12 مليون. لكن نحبوا نسب بركة باش نلقاو النسبة تاع الأمنيين اللي ماتوا في الثورة اللي هما شهداء الثورة ونعتبروهم بالطبع شهداء الثورة، وهنا معلش فما تغييبهم على الشهداء مانيش عارف علاش مغيبينهم على الشهداء. فلاحظوا ان النسبة تقريبا مرة ونص، ما بين مرة ونص ومرتين أكثر من المواطنين اللي ماتوا في الثورة. هذه باش نحسبوها ماتيماتيك مو. هنا تشوف أنت بالنسبة بركة قداش الفارق احنا بعاد على المواطنين. حاجة أخرى بتتوجه بكلامي للرابطة التوصية لدفاع الإنسان والمجتمع المدني بكافة مكوناته والسياسيين والإعلام بطبيعته. هل يعتبر قسم الرابطة التوصية لدفاع الإنسان الأمني مواطن ولا مش مواطن؟ لاحظنا توا في الاحتجاجات المتكررة على كل سواء على صحفيين على حقوقيين على كذا، يدخل القيامة ما تقعدش، الدنيا تقوم ما تقعدش. بينما الاعتداءات اللي ممنهجة على أعوان الأمن مختلف أسلاكهم ما تكلم حتى حد، مجرد حتى حد باش يخرج حتى بيان تنديد. هنا كلامنا موجه للرابطه، خاصه للرابطه التونسيه اللي تنفذ. هل يعتبر الامني التونسي مواطن تونسي ولا ماهوش مواطن تونسي؟ كان يعتبره مواطن تونسي، علاش ما نددش بالاعتداءات المتكرره عليهم في ارواحهم في ممتلكاتهم وفي عائلاتهم؟ ثاني حاجه، شكون العائله اللي في تونس ما عندهاش امني؟ ما فيهاش حتى واحد من الامن، كيف سواء من قريب ولا من بعيد. واسكو في عائلته يعتبروه مواطن ولا ما يعتبروش مواطن؟ يظن في عائلته بالطبع مش يعتبروه مواطن. هذا هو اللي حبيت نوضحه. وكو عندك كلمه كبيره 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 برشا للرابطه التونسيه على دفاع حقوق الانسان. شكرا لك صح.